يلا لا تزيد وما صح لسانك صح لسانك كلام طيب وما لا شك فيه ان سم الحياه هي كل يوم تزيد لكن ما تحس انت كل يوم انت راك ارتفعت في عمر ولأنك وصلت الأربعين ما في شك تمشي لكن من النعم إن حتى إذا بلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك هنا خلاص وصلت إلى مرحلة النضج وأي نضج نتكلم عنه في الأربعين بل النضج يكون من قبل الأربعين من العشرين مثلا من الثمانية عشر من البلوغ هذا مرحلة النضج الأولى مرحلة الـ العطاء مرحلة الـ فعندنا سن السابع عشر والسادس عشر قادوا الجيوش صحيح محمد بن القاسم كم عمره أبو عبد الرحمن 17 سنة 17 وسامة بن زيد سامة بن زيد قاد الصحابة قاد الصحابة ها فما هو مو بالعمر هو 16 أظن ولا لا 16 يعني سنة 16 داخل 17 على حدود 17 16 سنة نعم حتى أن الصحابة اعترضوا عليه بعد ولكن أبو بكر قال لا جيشا جيشا لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على النبي وفعلا الرجل المنول الشباب وحنا يوم حنا صغار تذكر يعني بال16